نعمل فيديو سريع كيف نورجي نعمل كويك كوميشنينج. الكويك كوميشنينج بي 10 اوكي، بنحط لها 1 اوكي. هلا هي بتعطينا البارامترز اللي تحت الكويك كوميشنينج. البي 100 بتنقي يوروب ولا نورث امريكا، احنا ما حننقي زيرو. حنروح على البي 300 الموتور تايب، الاسينكرونس هي 1 اوكي. حنروح على 304 اللي هي الموتور فولتج والموتور كارنت والموتور باور ريتنج، هذول حناخذهم من اللوحه الموجوده على نفس الموتور. الفولتج حنحطها 230، الكارنت راح نحطها 0.8، 307 الموتور باور ريتنج 0.12، حنكمل 308 ما في داعي نغيرها، 309 الافشنسي ريتنج مش موجودة، 310 فريكونسي ريتنج 1350. راح نكمل، ممكن خذ راحتك انا بعمل مونتاج على السلكشن اوف كوماند سورس 700. احنا نقينا 2 اللي هي ال بي او بي ام او بي مانيوال اوبريتنج بوتنشوميتر. الالف عملنا ست سلكشن اوف فريكونسي سيت بوينت، نقيناها 2 اللي هي بنغير من هون انالوج. بعدين ال 1120 وال 1121 اللي حكينا عنهم، الماك ايش اسمه الرامب اب والرامب داون. يعني هذا بشكل سريع. اخر اشي بنروح على 3900 بعمل اند كوميشننج، نعمل 1 حيعمل بيزي، حنستنى حوالي 30 ثانية بعدين بكون الموتور جاهز انه يشتغل. هلا بنقدر نحكي، بس قبل ما يوصل عملنا السويتشات هذول، الاس 1 هي بتعمل اون والاس 2 بتعمل ريفرس من الكنترول مود. هلا بنورجيكم كيف. اوكي الصوت بيزي. اوكي جاهز، تصور الموتور ولا هلا حنشغله. عم بلف كلوك وايز. هلا اذا شغلنا سويتش 2 حلف كاونتر كلوك وايز، هيك بنعمل كويك كوميشننج.